السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايبة النهاردة قط جديد في البيت، لسه منزلتوش من القفص، لسه جايباه حالا زي ما انتوا شايفين اهو معايا. هو ولد خلاص، اوليفر، اسمه اوليفر. شايفين لطيف ازاي؟ حلو جدا. هو فصيلة من فصيلة الهيمالايا. شايفين وشه والنوز بتاعه خلاص، وشايفين ايديه عاملة زي ايدين الدباديب، والديل بتاعه الصغنن المنفوش شايفينه قصير ازاي ومنفوش. طبعا هو خايف جدا عشان طبعا لسه اول مره، وزي ما انتوا عارفين انا كمان عندي قطتين، عندي كيتي وعندي سيما، تمام؟ فانا جبت لهم ولد جديد اهو، لان طبعا عندي قطه طالبه التزاوج. فهوريكم في الحلقه دي حاجات كتير جدا، الحلقه النهارده مهمه. يلا بينا نبدا الفيديو على طول عشان مطولش عليكم. مالك يا سيما زعلانة ليه؟ ايه مالك؟ ايه اللي مزعلك يا سيما؟ Thank you.